نعزي أخواننا وأبناء شعبنا العزيز من القومية أو الديانة اليزيدية في قضاء سنجار. نحن نقول لهم قيادة فرقة المشات العشرون في قضاء سنجار والأجهزة الأمنية المتواجدة والمتمثلة بالشرطة والحشد والأمن الوطني، إن شاء الله لن يهدأ لنا بال إلا يتم تحرير أخواتنا اليزيديات ويتم القضاء على كافة عناصر داعش الذين عملوا وفعلوا عملتهم الشنيئة. ونقول ونطمئن ناسنا وأهلنا وشعبنا في سنجار، نقولهم سنكون أول الناس المضحين بأرواحهم ودمائهم لعدم تكرار هكذا حالة. والسلام عليكم. ربي يحفظ. لها استاذ نشوف كل بين فتره وفتره بوحده من المحافظات نشوف انه ناجيات بيوت 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 قاعدين بيوت دواعش لها هسه قاعدين بهاي المناطق نشوفهم يتحررون بهاي المناطق، شنو هي اجراءاتكم بهذا؟ احنا اجراءاتنا من استلمنا الملف الامني في سنجار ولحد الان شعارنا ودعوتنا لاخواننا النازحين بالعوده الى القضاء، لانه مثل ما تشوفون الامن مستتب بالقضاء سنجار بالتعاون مع الوجهاء والشيوخ والمراجع الدين اليزيديين، وحتى أصدرنا بوسترات ونشرنا في وسائل التواصل الاجتماعي العجلات مالتنا مال الجيش الموجودة جاهزة لعودة النازحين، والجهد الهندسي جاهز لتفتيش وتطهير كافة المناطق. زعلوا من شغلة واحدة، أنه من جو العرب الجوار للمنطقة جيت وياك حمايه، بس لازم من جو من هالطريق ومن طريق المقصد سيد القائد لا تسمح لي ضايقات، ويسمع الـ كل السيطرات اللي تجي من الاقليم بها ممثل من الجيش وممثل من الامن الوطني ومن كل الاجهزه الامنيه. احنا بالتليفون دا يتصلون بينا راح نجي، نتصل بيناتنا، حتى قبل قليل الاخ عقيد جبار ممثل جهاز الامن الوطني في القضاء اتصلوا على جماعه قالوا نرجع، قال لهم راح ادز لكم عجلتين من عندي وراح اخبر السيطرات. اتصل بالسيد قائد العمليات وقال له سهل املهم، قال له اني امرهم، قال له انا سيد راح اتولى امرهم واجيبهم سياراتي، قال له موافق بس ارفع لي بهم موقف. بالعكس احنا ويا كل ما عندنا تفرقه يزيدي سني شيعي، احنا يجمعنا شعار واحد وعلم واحد اللي هو العلم العراقي، كلنا العراق. واليوم هذه الفعله الشنيئه اللي سواها داعش هو كان يتصور انه كسب هدف او حقق هدف، بالعكس هو وحد العراق كله تحت خيمه